اهلا مرحبتين بكم لبيانو تك. اليوم حنحكي على الاندستري ستاندردز والبيست براكتسز، اي المعايير الصناعيه والممارسات المفضله لتصميم الديتا سنتر، تصميم مراكز معلومات. واول حاجه بنحكي فيها تو في الفيديو البسيط هذا هو الهوت اند كولد ايلز، ممرات الدافئه والبارده. فخلونا نشوف مع بعضنا. على مر السنين خدمت مع عدد كبير من المؤسسات والشركات، ولما اول نخش للديتا سنتر متاعهم او السيرفر روم نكتشف ان مش حاطين في حسابهم المعايير ومش حاطين في حسابهم البيست براكتسز او الممارسات المفضله لتصميم الديتا سنتر. فعلى سبيل المثال نلقوا الراك عندهم راكات وراك فيهم رو او الصف، ما هيش مشكله، لكن من جو نشوف الصف نلقوا ان في صف قدام صف، اي بمعنى واجهة الراك واجهة السيرفر موجود قدام، والصف الثاني الواجهة السيرفر مواجهة للخلف الجهة الخلفية للراك اللي موجود قدامه، وهذا خطأ كبير. حاجة ثانية في المكيفات يجيبوا في مكيفات كويسة، يجيبوا يفكروا في قوة المكيف وكل شيء، لكن المكان اللي يحطوا فيه المكيف مكانه غلط، يحطوا فيه عادة يحطوا فيه في خلف الراك بدل من أمام الراك. ليش؟ لأن السيرفر مصمم إن هو يدخل الهواء البارد من الأمام ويطلع الهواء الساخن الدافي من الخلف. فشنو يصير عندنا مشكلة؟ المشكلة شنو؟ عندنا أول شيء راكين رفين من راك، الهواء البارد يخش ويطلع من الخلف ليدخل في سيرفر ثاني اللي موجود وراه مسكين ويطلع الخلف، والمكيف وين موجود؟ بدل ما يقعد موجود في المكان المخصص ليه موجود للخلف. فنجد ان ما استخدمناش المكيف استخدام صح، وحتى نجد انفسنا حتى نقصوا في درجة حرارة المكيف، وبالتالي نزيدوا حتى التكلفة المكيف تزيد. فهذه مشكلة كبيرة. فخلونا نخش توا في الاندستري ستاندردز. الاندستري ستاندردز انه يكون عندنا هوت ايل وكولد ايل، ممر دافي وممر بارد. فالمفروض شنو يصير لما يكون عندنا تو راكس، الواجهة الراك لازم تقابل واجهة تانية، فالسيرفر الجهة الأمامية للسيرفر تقابل الجهة الأمامية للسيرفر الثانية، وهكذا. في نهاية الممر حيكون عندنا المكيف، أو من تحت الأرض، تحت الأرضية حيكون في تكييف، يعني الأوتبوت للمكيف يجي من تحت الأرض، أو يجي أو لو أنتم شريتوا جهاز تكييف حطيته في نهاية الممر يجي في الممر. هو الممر هذا يسموه فيه الكولد آيل، فالهواء البارد يمشي في الكولد ايل وياخذ المكيف ويطلع للممر اللي وراه اللي هو الممر الساخن. اوكي، فهنا نخش في التصاميم المقترحه للهواء البارد هواء الساخن، وحتى لاحتواء الهواء البارد هواء الساخن، هي كولد ايل كونتينمنت وهوت ايل كونتينمنت. فخلونا نشوف مع بعض. اوكي، فزي ما تشوفوا امامي توه عندنا التصميم الستاندرد للهوت ايل كولد ايل. زي ما تشوفوا ان الهواء ماشي، الهواء البارد ماشي في الممر البارد، والهواء الساخن يطلع من الجهه الثانيه. ف حنشوفوا تو اول تصميم للكولد ايل كونتينمنت من اي بي سي. فزي ما تشوفوا المنطقه اللي فيها الهواء البارد يعزلوا في المنطقه بحيث ان الهواء البارد نحافظ عليه في السيرفر. زي ما انتم شايفين الهواء البارد نحافظ عليه، والهواء الساخن يطلع من الممر الثاني وما نعزلوش. فشنو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا ان المنطقه اللي مفروض فيها التكييف محافظين عليها، الدرجه اللي في المكان هذاك هو المحافظين عليه، يعني 16 درجه سلسيوس او 16 درجه حراره 16 او 10. وخارج المنطقه زي ما تشوفوا
الهواء الدافي. يعني حتى كالمهندسين بيخدموا في الديتا سنتر يتريحوا، لان الهواء البارد زي ما شايفين مركزين في المكان اللي بنركزوا فيه اللي هو السيرفرات. فهيك شنو استفدنا؟ نقدر نستخدمه درجة حرارة أعلى ونقصه في تكلفة المكيف، وفي نفس الوقت نستفيد أن السيرفر يستخدم الهواء بطريقة صحيحة، يعني يخش الهواء البارد من قدام ويطلع من الخلف، فما يكونش عندنا مشاكل الهوت سبوتس. فنشوف التصميم الثاني. التصميم الثاني هذا الهوت ايل كونتينمنت. الهوت ايل كونتينمنت يعني بالعكس الكولد ايل كونتينمنت، اللي هو بدل ما نعزله الجهة الكولد نعزله الجهة الساخنة. نعزله بطريقة ان الهواء السخن اللي يطلع من المكيف نقدر نتحكمه فيه ونسيره بطريقة انها تمشي للهواء يمشي نسيره بطريقة ان الهواء يمشي للتكييف. بمعنى الاوتبوت او الهواء البارد اللي يطلع مكيف نخصصه للكولد ايل، والتكييف طبعا في نوعية تكييف فيه حتى انبوت. الانبوت للمكيف ياخذ الهواء الساخن يتم اعادة تدوير الهواء. فكيف نقدر نديره؟ في طريقتين. في طريقة انها نحطه زي الباب زي الستارة وباب بلاستيكي في المنطقة، ونسيروها بدرجة انها ما تقدرش تطلع من المنطقة هذه، بشبعين ما تصيرش في اختلاط بين الهواء البارد وهواء الهواء الدافي، لان هذه تسبب مشكلة. يعني مرات حتى للدرجة انه ولا كانكم دكتو تكييف. بالنسبة للاجهزة ما زال حتلقوا فيه thermal و temperature errors على خاطر الموضوع. هو بدأت لما نشوفوا الأجهزة اللي highly dense اللي قعدوا توا، مثلا اللي عندنا مثلا 3U حاطين فيه أكثر من سيرفر، فكما نحن نزيدوا كثافة السيرفر كما نحتاجوا تهوية أفضل وحتى جودة التهوية أفضل. يعني لازم كل حاجة تخش في مكانها مش نتأكدوا ان ما يكونش عندنا hot spots وبالتالي ما يكونش عندنا اعطال وكوارث في السيرفرات هذين. فزي ما تشوفوا في طريقتين، ان هي في بالستارة نعزلوها ونتأكدوا ان هي تمشي للتكييف، وفي نفس الوقت هاي الصورة الثانية اللي نشوفها قدامته ان الراك نفسه لما يطلع من الهواء نخلوه يطلع فوق السقف المعلق. فالجهة السقف المعلق هو الهواء الساخن او الهواء الدافي، والسقف المعلق حيكون فيه الانبوت للمكيف. فالانبوت بتاع المكيف المدخل بتاع المكيف حياخذ الهواء الساخن من السيرفرات. اوكي، فشنو نستفيد من التصميم هذا؟ ان نقصه في تكلفه التكييف، نقدر نزيد درجه حراره التكييف وفي نفس الوقت نضمنه ان البيئه درجه حراره في بيئه الداتا سنتر ما تفوتش الحد المسموح لي. اوكي، الميزة الثانية ان النقص من مشكلة الهوت سبوتس في الأجهزة، لان تو نستخدم في التهوية والتبريد بطريقة صحيحة متأكدين ان الهواء يخش وين المفروض يخش ويطلع وين المفروض يطلع. اوكي، الميزة الثالثة هي في تصميم الكولد ايل، الكولد ايل كونتينمنت. لما نحن نعزلوا الهواء البارد، نعزلوا البيئة اللي فيها السيرفرات اللي فيها الهواء البارد الكولد ايل، نضمن درجة حرارة في المنطقة هذه. فلو صارت لو سمح الله صارت عندنا مشكلة في الكهرباء وصارت مشكلة عندنا في التكييف، عندنا من فرصة أكبر نحن نصلحوا التكييف بسرعة قبل ما السيرفرات والمنظومات يدير في شت داون على خاطر ارتفاع درجة الحرارة. الميزة الرابعة أن التصاميم هذين الكولد ايل، حتى كان بطريقة مبسطة الكولد ايل والهوت ايل لما نصمموا ديتا سنتر، هذا التصميم مطابق أو متوافق مع السيرتيفيكيشنز وتوافق مع الشهايد اللي تعطى للمراكز معلومات اللي تعطى داتا سنترز زي الاب تايم انستيتيوت والتي اي اي. فشو معناه لما عندنا كومبلاينت، لما يكون عند داتا سنتر كومبلاينت مع شهاده وحتى واخدين شهاده على خاطر التصميم، لان مش تحصلوا شهاده داتا سنتر لازم الخبراء من المؤسسات هذينا يتابعوا يشوفوا التصميم داتا سنتر من البدايه قبل ما تبدوا تبنوا، لان
لو انت بنيته بطريقه البنيته ديتا سنتر بطريقه غير صحيحه، حتى تلقوا ان تكلفه ان انت تغيروا التصميم بالذات الديتا سنترز اللي عندنا، ف يعني مش معقوله تطفوا كل شيء وتغيروا التصميم وتكنسلوا على الزباين كلهم باش تمشي بطريقه متوافقه مع الشهايد. فلما نحن نحطوا التصميم هذين في الاعتبار من البداية نستفيدوا منه بعدين في المستقبل، علاش نكون عندنا ثقة في ثقة أكثر مع الزبائن والمستخدمين، عندهم ثقة أكثر في الديتا سنتر بتاعك وطريق، وحتى الزبائن الأجانب والمستخدمين الأجانب زي الشركات النفطية وكل شيء هيكون عندهم ثقة أكثر في الديتا سنتر بتاعك. أوكي إن شاء الله استفدتوا. كان محتاجين أي استشارات أو عندكم أي استفسارات تقدر تبعثوا لي في الكومنتس أو تبعثوا لي على الإيميل w.العبار@shadon.com. تشاو.